السلام عليكم وباشا سيليكون فالي، توجور معكم مراد. اليوم حبيت نتكلم على واحد توبيك اللي هو البكالوريا في الجزائر، دونك تبعونا ونتلاقاو بعد قليل. حدا بابا 19 سنه جامي شتو بكبك اليوم اخو، عندك حق ربي يا اخو، كي نتفكر حق ربي نحب نبكي يا اخو. راني كراف فرحانه سيرتو كي شفت جوغ لي ما مير بلوغ اي ما تونتي تو جوغ سا ما فريمون جو جوني كراف فرحانه ونتمنى ان شاء الله اللي ما جابوش الباك يجيبوه العام الجاي ان شاء الله ويحسوا بهذه الفرحه كيما حسينا. كيما عرفتوا اليوم حنحكيو على البكالوريا في الجزائر. نقول لكم مبروك عليكم الناس اللي جابوا الباك واللي ما جابوش ان شاء الله العام الجاي يعاودوا له وان شاء الله يجيبوه خير. اليوم نحكيو على البكالوريا في الجزائر وكيفاش من البكالوريا تقدر تتراسي لو شومان تاعك باش توصل للسيليكون فالي بون سبيسياليتي كيما الانفورماتيك ولا الالكترونيك. كيفاش تلحق للسيليكون فالي من البكالوريا؟ البكالوريا هو سي ان اكزامان تري تري امبورطون في الجزائر، ولا موين تاع البكالوريا تسمح لك باش تدخل اون فيليير اللي تحبها وثانيك اون فيليير اللي تري دوموندي في المارشي تاع الخدمه. دونك على بالي كاين بزاف الناس اللي جابوا الباك دوك راهم يديروا لو شوا تاعهم، بيان سور كاين دي بابي لازم ديرهم ايتترا، لازم تروح البلديه تخرج لي ليزيكستي دي نيسونس بزاف وكذا تبدا ديبوزي. كاين دي انستيتيوشن اللي هي دومونديو دي زيكزامان، دونك جوز دي زيكزامان باش تدخل لهم، وكاين اللي يحب يروح للجامعه لي زيكول لي انستيتيو. دونك اكس اني لي انستيتيو ناسيونال دي انفورماتيك في الوقت تاعنا كان انستيتيو ناسيونال دي انفورماتيك ابارامون حلو واحد اخرين ايكول واحد اخرى بون ولا دوك ايكول وفتحوا واحد اخرى في سيدي بلعباس. دونك هذه اون دي زيكول ولا لي انستيتيو المعروفين بزاف في الجزائر وعندهم ريبيتاسيون كبيره في الخارج سبيسيالمون في فرنسا ولا في كندا، باسكو بزاف لي ستوديون تاع ليني يروحوا لفرنسا باش يكملوا القرايه تاعهم ومن بعد يبداو يخدموا ولا كيف في كندا لا ميم شوز. مي كاين بزاف دي زونيفرسيتي وين تقدر تروح تقرا لانفورماتيك ومن بعد دير ليسكال كيما درت انايا. درت اسكال بون قريت انفورماتيك في الجزائر كيما تو الموند، جوزت الباك كوم تو الموند ورحت فرنسا قريت ومن بعد جيت وصلت للامريكان هنايا بان بوست دوك ومن بعد دخلت للسيليكون فالي. دونك تقدروا ديروا لو ميم باركور كيما انايا و سي تري امبورطون الباكالوريا، سي تري امبورطون لي ستود تاعكم في الـ في الـ في الجامعات الجزائريه ولا في لي زيكول سوبيريور في الجزائر. لي زيكول سوبيريور باسكو جينيرالمون يديو لي ميور تاع الباك وثانيك اي سون تري تري سيري، يعني القرايه باش تكمل لي 50 تاعك في ليكول سي تري تري سيري و تري ديفيسيل، يعني لازم فريمون تكون واجد و سي بور سا يديو لي ميور تاع الباك. دونك كيفاش توصلوا من البكالوريا للسيليكون فالي؟ بيان سور كاين دي زاني بزاف اللي لازم تقراو تتعبوا فيهم بزاف باش تلحقوا هنايا. دونك كيفاش تلحق مور البكالوريا؟ بيان سور لازم تدي في ليغ انفورماتيك باش توصل لهنايا سيليكون فالي وتخدم في الانفورماتيك، مي اوسي تقدر تخدم دوطغ فيليير باسكو اون سوسيتي انفورماتيك ما تسحقش برك لي انفورماتيسيان، تسحق دوطغ سبيسياليتي كيما الماركتينغ كيما البيزنس كيما لي الكترونيسيان سورتو الناس اللي تخدم في دي غروند كومباني كيما انتل ايتترا. دونك كاين دي فيليير واحد اخرين اللي لازم لو مارشي دو ترافاي هنا في سيليكون فالي دومونديهم، وثاني نتوما الناس اللي تخدم الانفورماتيك لازم تعرفهم كيف باسكو بوتيتر تحب دير ستارت اب تاعك. دونك الحاجه البلوز امبورطون اللي حبيت نحكي عليها جوستومون لا ترانزيسيون من الليسي للجامعه. في الليسي عندنا اون توندونس باللي لونسينيون يمد لك المعلومه، اوكي يمد لك المعلومه وهذيك المعلومه تترونسفيريها يعطيك ليكزامان تمد عاود ترد له المعلومه ان اكزرسيس يتبدل فيه شويه المعطيات. باغ كونتر في الجامعه سي با لا ميم شوز، في الجامعه لازم انت تحوس على المعلومه. بوتيتر كو كاين دي زونسينيون يتبعوا لو ميم سيستيم وين يمد لك المعلومه ويستنى منك لا ميم انفورماسيون ولا المعلومه هي بالذات، مي كاين بزاف دي زونسينيون اللي يخليو التلميذ هو يجتهد، يعني يروح يحوس على المعلومه ومن بعد نهار ليكزام يعطي له حاجه اللي خارجه كامل من الكونتكست ويشوف الانتيليجونس. دونك هذه سي اون فات سي ان ليكزام ولا يشوف الانتيليجونس تاع ليتيديون، وجينيرالمون في الجامعات هذه هي والجامعات كيسوسوا الامريكيه ولا الجامعات الفرنسيه ولا الجامعات الكنديه يخدموا بالميم سيستم اللي هو تحوس على المعلومه ومن بعد كي نعطيك ليكزام لازم تلقى
تلقى المعلومه. دونك ماذا بكم لي جون ميم لي جابوا الباك مليح بمونسيون تري بيان ايتترا لي راهم في دي غراند ايكول ولا لي راهم راه يقدروا يكون عندهم اكسي ديريكتومون لي غراند ايكول، ماذا بكم تبدلوا شويه للعقليه اللي هي لا بيبيوتيك. يعني تروح اللايبراري والحمد لله في الجامعات الجزائريه ولا لي زيكول كاين لي بيبيوتيك الجزائريه ولا تاع الجامعات الجزائريه يسون الله يبارك غيش. انا قريت في الجامعه الجزائريه وشفت لا بيبيوتيك باللي سي فري بوتيت تلقى اكزومبلير واحد ولا زوج تاع الكتابات، مي عندك لاكسي عندك لاكسي للمعلومه. دونك يا جماعه ما تستناوش كل حاجه تجيكم من عند لونسينيون، باسكو علاش لو مارشي دو طراي ماهوش كيما بكري. لو مارشي دو طراي دوك راه في لي نوفيل تكنولوجي، كل حاجه جديده سورتو في الانفورماتيك كل نهار كاين حاجه جديده. دونك ماذا بكم كسوا تروحوا الانترنت ولا تروحوا البيبيوتيك تحوسوا. دونك كل حاجه دوك راهي في الانترنت، تقدر تقول باللي لايبراري ماشي تري تري امبورطون بور لو مومون سورتو مع الانترنت، مي لا بيبيوتيك سي بيان تخرج كتاب وتقرا تقرا لا باز سورتو لا بروغراماسيون. يا جماعه لي 50 تاعكم تاع لونيفرسيتي ولا الناس اللي تخدم من نظام LMD لي 3 ans تاعكم تحوسوا كيفاش تتعلموا في لي 3 ans هذاك ان لونغاج اتليست واحد، يعني ان لونغاج دو بروغراماسيون. الناس اللي تخدم الانفورماتيك تتعلموا لي باس تاع الانفورماتيك اللي هي لي ريزو، تتعلموا الالغوريثميك كيفاش تريزوني كيفاش تريغلي ان بروبليم بار اترافير الالغوريثميك، وثانيك تتعلم الاركيتكتور دو لورديناتور. باسكو علاش لازم تعرف اكزاكتومون واش راهي صرا لداخل لورديناتور باش تعرف كيفاش لي انستركسيون يتمشاو كيفاش لانفورماسيون تتمشى في لورديناتور، وثانيك لازم تعرف لو سيستيم ديكسبلواتاسيون كيفاش يتمشى. دونك لو سيستيم ديكسبلواتاسيون عندكم الويندوز عندكم لينكس ايتترا، لينكس تاع اوبرسونس دونك عندك بلوس اكسي تتعلم واش هو لينكس كيفاش دير لي كوماند لاينز تاعك تخدم في الشال ايتترا. هذو لازم تبروفيتي ولي 3 اون الاولين ولا لي 150 الناس اللي دير انجينو لازم تتعلموهم سي دي باز اوبليجي. وما تقولش باللي عندي الوقت في لي 3 اون الاولين ولا لي 5 اون الاولين تاع الانفورماتيك، الوقت هذاك اللي عندك تعلمو تستعملو باش تتعلم حوايج جدد. سي با كوم لي سي راك دالا وتعاود تريبيتي ولا لو موند انفورماتيك ولا لو موند اون جينيرال في الجامعه كاين بزاف حوايج لازم تتعلموهم بروفيتيو منهم. ما تروحوش حوايج واحد اخرين كي تروح الجامعه ولا تروح تبروفيتي في حوايج واحد اخرين ايتترا. سي تكمل باسكو راك توجور فون لا فاز دو فورماسيون تاعك، ايساي دو ماكسيميزي الاخر ابسوربي لانفورماسيون تعلم حوايج جدد في الانفورماتيك. الناس اللي حبت تروح انفورماتيك توجور دونك توجور نقول لكم مبروك عليكم الباك وريحوا شويه اليامات هذو باسكو سي لا سول بيريود اللي تريح فيها، ومن بعد تولي مع الكوارت تولي تجرى اطلع هبط بور لي انسكريبسيون ايتترا، ومن بعد تبدا تقرا، ومن بعد لي كور الاولين لازم فريمون تكون بون لا ترانزيسيون هذيك تكون شويه وعره. الناس اللي ساكنه بعيد على الجامعه تاعهم يولي يحوسوا على لي شومبر لا سيتي يونيفرسيتير ايتترا، سي اون بون شوز. هذه واش معناتها الجامعه سي كو تخرج من لا زون دو كونفور تاعك، تخرج تعلم حوايج جدد في الجامعه والانفيرونمون تاع الجامعه، ايسيو باش تتعلموا واحد حوايج واحد اخرين اوتسايد من الكلاس روم تاعك. يعني كي تخرج من الكلاسه ايسي دو دير نتورك تاعك تاع صحابك الناس اللي سيريو اللي يحبوا يقراو ايتترا. كاين كيف كيف الاتحادات الطلابيه كيف كيف سي اون شوز تري انتريسون اي تري انتريسون ايسيو تيفيتي شويه البوليتيك ايتترا، مي الاتحادات الطلابيه حاجه مليحه باسكو توري لكم كيفاش تورغانيزاو كيفاش من اليامات الاولين تعرفوا كيفاش تجيريو ان جروب تاع لي زانديفيدو كي تري 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 امبورطون. سيو كيفاش تكونوا اوبن مايندد باش تعلموا حوايج واحد اخرين من ناس واحد اخرين. على بالي الناس اللي ماش عارف ساكنين في الوسط يتلاقاو بالناس اللي يتلاقاو بالناس اللي ساكنين في الشرق في الغرب. الجزائر كبيره تتعلموا حوايج بزاف، لي كولتور تتلاقاو بزاف حوايج كولتور دي كولتور ديفيرونت واحد اخرين. يقدر يصرا لكم ان شوك كولتورال باسكو نتوما موالفين توجور في لونفيرونمون تاعكم، سي بيان دابخوندر لي كولتور واحد اخرين. الحمد لله الجزائر راهي ريش بلا كولتور، سيو كيفاش تتعلموا دي كولتور واحد اخرين. نقول لكم بوتيتر ندير اون اوتر فيديو تاع البكالوريا في الجزائر من البكالوريا للسيليكون فالي. نقول لكم قعدوا توجور معنا، ما تنساش تابونيو تلايكيو وثانيك تكليكيو على الجرس هذاك البال هذاك باش يجيكم تاع الجديد تاع مباشر سيليكون فالي. قعدوا توجور معنا، سلام.